صاحبي جي عندي قال لي سلفني شي 100 درهم، قلت له ودير الازمه كاينه وكورونا مي غنجيب لك هاد 100 درهم. وقال لي صاحبي حتى 100 درهم ما تشري حتى 2 كيلو ديال اللحم. قلت له ودي هذيك 100 درهم في وقت الانتخابات كتشري واحد في 80 كيلو ديال اللحم بكل التواضع.